من أجمل الصفات اللي ممكن يتخلق فيها الإنسان هي صفة اللين. سلامنا على من كان لين إذا صادق، هين إذا خاصم، رفيق في الشدة، رقيق في النصيحة، لا يشقى في صحبته أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرم على النار كل سهل هين لين قريب من الناس. فيا رب اجعلنا من الهينين اللينين القريبين دائما.